وصلت المواجهات التي بدأت في محافظة إدلب قبل 3 أيام بين تحرير الشام النصرة سابقا وجماعة أحرار الشام وصلت إلى ريف حلب الغربي، حيث استولت الأولى اليوم على مدينة دارة عزة وقامت بمهاجمة مجموعة من النقاط الاستراتيجية التابعة لفصائل المعارضة السورية. في الأتارب استجاب أهل المدينة لنداءات أذاعها المجلس المحلي للنزول إلى الساحات والوقوف بوجه النصرة التي أرسلت رتلا لدخول المدينة، فخرج مئات المدنيين رافعين علم الثورة السورية منددين بممارسات أفراد النصرة.